شكرا أستاذ اللمين داود. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مساء الخير. التحية والتقدير لجمهورية مصر العربية، والشكر أجزله لاستضافة الحوار السوداني السوداني وكرم الضيافة والحفاوة، والتحية للرفاق في المؤتمرين في الحوار السوداني السوداني، والتحية والتقدير للسادة الأسرة الإعلامية حضورا بيننا. في البدء، قضية شرق السودان هي قضية يعني طرعت في السطح في بداية أيام الاستغلال 58. القضية دي مستمرة ومرت بكفاح مدني وكفاح مسلح ومشاركات وعدم استيعاب المركز في السودان لقضية شرق السودان لتعقيداتها في هذا الإغليم العريض، الإغليم المتسع الوحيد اللي بيكون مجاور غرابة لثلاثة دول بالإضافة للبحر. حاولنا في فترات سابقة إنه نشرح التعقيدات العملية، إنه كيف ننتشل هذا الإغليم المرة بمشاكل بتاعت تهميش ومشاكل تخلف متوارثة في قضايا التعليم وقضايا الصحة وقضايا الموارد والتوزيع العادل والمشاركة العادلة. فجاءت ثورة ديسمبر العظيمة، ده الوقت اللي كان فيه كل الشعوب هي تواغة للحرية وفي نفس الوقت تواغة للعدالة. الناس حاولت جادة وجاهدة في فترة الانتقال في الأربع سنوات الأخيرة إنها تشرح هذه التعقيدات. لهشاشة الوضع مرينا في هذا الإقليم بصراعات إثنية وشرخ مجتمعي وغيره من التفاصيل، وهذا حال طقس الانتقال في البلاد. شرحنا كيف إنه يكون في اختراق في العملية دي. فأنا بفتكر باختصار شديد إنه القاهرة حققت لشرق السودان ما لم تحققه كل نضالات الحركة المدنية والسياسية، باعتبار الإخوة في الحوار السوداني السوداني بالقاهرة كان هم مستوعبين الفكرة بتاعت شرق السودان، مستوعبين التعقيدات، مستوعبين مكان الأزمة. عشان كده الحوار ده نتج أول حاجة إنه ثبتوا مفوضية سموها مفوضية التنمية والاهتمام بالتعليم في مفوضيات السودان لشرق السودان تحديدا. الحاجة الثانية أغروا إنه والله في الوثيقة الدستورية يكون في منبر تفاوضي لشرق السودان منفصل زي سلام جوبا ويناقش قضايا شرق السودان ولا يستثني أحد، ومفتوح لكل الأحزاب السياسية والتنظيمات الاجتماعية والمدنية في شرق السودان دون استثناء. بناء على ذلك نحن عملنا المشاركين هنا في من تنظيمات ومنظمات مجتمع مدني وقيادات أهلية في القاهرة، عملنا نداء اسمه نداء شرق السودان. بيتلخص تلخيص بسيط، بيتكلم عن مبادئ. المبادئ، أول المبادئ باختصار، هي سلامة وحدة واستغلالية دولة السودان. المبدأ الثاني إنه الناس تعيش في سلام مجتمعي. تغودنا المبادئ دي والنداء ده إنه الناس تمشي لورشة كويس. الورشة دي عشان الناس وقت تجي هيكون في مرتكزات أساسية. المرتكزات الأساسية قلنا كل الأوراق المهمة اللي بتغودنا لمنبر تفاوضي مؤهلين بمعاونة كل الإخوة السودانيين وأبرز الشخصيات والمهتمين بقضية شرق السودان، إنه نمشي لمنبر تفاوضي عبر مخرجات ومرتكزات الورشة. مرتكزات الورشة قلنا اتفاق مسار جوبا، مقررات سنكات، اتفاق أسمرة، أوراق كل منظمات المجتمع المدني، ورشة الخرطوم، مؤتمر مخرجات مؤتمر شنبوب،
في هذه الورشة من هذا المنبر ندعو لكل أبناء وبنات شرق السودان وكل المهتمين من الحركة السياسية والاجتماعية بمعاونة كل الأحزاب السودانية والمهتمين في قضايا التنمية إنه يساهموا معنا في الورشة دي لننتقل بعد عودة حكومة الفترة الانتقالية لنتأهل لمنبر تفاوضي. لو في سؤال واضح عن قضية شرق السودان. شكرا باشمهندس مرغني.